المركز هذا كيفاش تعدي طوله وكيفاش صارت الافتتاح اليوم نتاع المركز؟ افتتاح المركز صار 6 نتاع الصباح، احنا جينا كاعضاء مكه باقتراع ومساعدين الكل جينا 5 نتاع الصباح، حلينا مركز الاقتراع، كل رئيس مركز خذا صندوق نتاعو وبدات عمليه مريقلوا امورهم قاعاتهم كل شيء صار تنظيم. 6 نتاع الصباح فتحنا باب مركز الاقتراع نتاعنا. وعملية الاقبال اليوم كان نشوفوا فما شويه اقبال. اي الحمد لله نسبه الاقبال عاديه، ما نجمش نعطيك ارقام اما عاديه. ما تم تسجيل خروقات او لا؟ لا لا الحمد لله حتى شيء ما صار لنا، امور كانت معناها ممتازه. رغم الطقس السخون وكل شيء جيت انك باش تعطي حقك تمارس حقك في الاستفتاء. علاش انت اليوم جيت؟ شنو الحاجه اللي حبيت توصل؟ بالنسبه جيت اليوم انا النهار هذا نستنى فيه عندي برشا كمواطنه تونسيه، نستنى في الاستفتاء معناها باش نكونوا مواكبين وعن جداره لهنا، وفرحانه برشا اللي فما برشا عباد جيت على مستوى المروج والناس كلها فما قابليه باهيه. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لينا، ان شاء الله حاجه تفرح البلاد، حاجه تفرح تونس، حاجه ترفعنا من حاجه لحاجه ما خير والحمد لله. انت اليوم جيت رغم الطقس السخون هذا انك تمارس حقك الانتخابي واجبك الانتخابي، علاش اليوم شنو حبيت توصلوا به؟ والله هو واجب قبل ما يكون حق الانتخابي. الرأي رأي المواطن، الرأي رأي الشعب. العملية ككل عجبتني، معناها عملية سلسة، نظام، إعلام، المراكز، المكاتب. سألتني على جياني رغم الطقس السخون، ما يكونش طقس سخون كما ماشي البحر، كما واحد باش يمشي يعمل الواجب. أكيد الواحد ماشي يعمل الواجب، ما عادش فيها حرارة، يقوم بالواجب نتاعو. والحمد لله أن كملنا العملية ومروحين نفطروا ونقيلوا ما فما كان الخير إن شاء الله. بإذن الله نجيو لحمة واحدة وتكتلوا معناها مع بعضنا يد واحدة. حابين نوصلوا ننهضوا بالبلاد متاعنا، نقلبوا المنظومة القديمة، نشوفوا حاجة جديدة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجاي خير. الاستدامة ماذا ديما معناتها من أحسن حاجة عملوها في الحياة ساعة، وتخلي تونس تفرهد شوية، وخلي تونس تنفس شوية، وخلي الشباب يولي فما خدمة، تولي فما حاجات، فما معناتها من جميع الناس خلت تنفس البلاد ماهيش هي، فهمني؟ خلينا والحمد لله اللي جا الاستبدال وإن شاء الله يكون في المستوى. نحبوها تصلح أنا، كنا جينا ننتخبوا لهنا نحبوها تصلح، إن شاء الله اللي في مخنا يمشي هذاك هو، فهمت؟ متفائلة يعني. متفائلة إن شاء الله، متفائلة خير. عملية التصويت ما واجهتوش صعوبات؟ يعني كانت سهلة؟ لا لا الحمد لله يا ربي لاباسة. ما جست حاجة بركة نحب نقولها، فما برشا من الفامي متاعي ومن عائلتي وهما في بلاصة مثلا في الكرم يلقوا روحهم في تونس، اللي عباد في بومهل يلقوا روحهم في حي الزهور، هذه هي ما فهمناهاش معناها، فهمتني؟ برشا حاجات من أنواع هذه صارت مخالفة، تلقى روحك أنت مسجل في بلاصة تلقى روحك تمشي لبلاد أخرى، اللي فما عباد مسجلة في تونس تلقى في سبيبة، عباد مسجلة تلقى في سيدي بوزي، كل واحد كيفاش. نورمالمون هذا كارو التنسيق هذا صار من قبل، تنظيم ومريق وكل شيء، اللي على مستوى ولايه بن عروس يقعد على مستوى ولايه بن عروس، اللي على مستوى تونس يقعد على مستوى تونس. برشا عباد صارت لها برشا اشكاليات من هذا كله، رغم ذلك الحمد لله وكاهو ان شاء الله تتعدى بالنجاح والتوفيق. عمليه الانتخابات والله ثم اقبال هو محترم سيرتو على ولايه بن عروس، فهمتني؟ ولكن ثم اشكاليات ممكن بروبليم تكنيك من الماليزيه جو بونس، فهمتني؟ كيما نوضح لك برشا حاجات، كيما نقولوا نحن اللي في مدرسه ناجي القروية مثلا في بن عروس يلقى روحه في حي الزهور، يلقى روحه في المروج، فهمت؟ هنا صعوبات، وعندنا رجال كبار وعندنا امهات نساء كبار، معناها ثم صعوبات. عمليه الاقتراع اليوم كانت سهله؟ ما واجهتوش صعوبات حاجه؟ لا لا ما فماش صعوبات، وسهله ومنظمه وتبارك الله، فهمت؟ عرس بأتم معنى الكلمه. تقينا مقبال من احسن اقبال، فرحوا بنا والحمد لله. مش هذا مجامله ولا كذا ولا كلام هكاك، ولا كلام صحيح رسميا. انا نقول لك من احسن ريتم تو استقبلوني بالكدا، وما فماش تجاوزات ولا فما حتى شيء. خذيت بطاقه تعريف نتاعي، اموري واضحه، قال حتى لابس مرايات، قال لي نحي المرايات.
نحيت له المرايات، قال لي باش نثبت خاطر ساعة تبدا ماهيش بحات مرايات ولا كمامه ولا حاجه وربما مش هو، فهمني؟ وهذا هو اللي صار خويا الحمد لله والشكر لله.